انا بدات رحله الشباب العربي اساسا في اسيوط في اول السنه اللي فاتت. اتعلمت منها المناظرات، اتعلمت منها حاجات كتير جدا ما اتعلمتهاش في اي منطقه تاني. يمكن دي اول مناظره ليا بره اسيوط. استفدت منها حاجات كتير. انا كنت في الفريق المؤيد لفكره ان الشريعه الاسلاميه بتقيد حقوق المراه. هي مش الشريعه الاسلاميه في حد ذاتها، ولكن احنا كنا بنقول ان العادات والتقاليد وان البعض القائم والحكام القائمين على تطبيق الشريعه هم اللي بيقيدوا حقوق المراه في حد ذاتهم، مش الشريعه في حد ذاتها، لان الشريعه في حد ذاتها صالحه في كل زمان ومكان زي ما كان بيقول الشيخ محمد عبده، وان لكن بس لازم نزيل الغبار عن الشريعه الاسلاميه ونبعد تجميد عقولنا ليها اللي تعودنا عليها في السنين قبل كده عشان نشوفها بالوضع الحالي ونطبقها على العصر اللي احنا عايشين فيه. وبعد كده لما اتكلمنا عن الشريعه الاسلاميه كملنا كلامنا ان مش معنى ان في بعض البلدان برضو ان طبقت الشريعه الاسلاميه خطا يبقى ده باقي البلدان هتطبق الشريعه الاسلاميه خطا، لا بالعكس. فكره صوت الشباب العربي في حد ذاته كانت فكره رائعه جدا، استفدنا منها حاجات كتير. استفدت منها ان انا بقيت احط نفسي حتى لو انا كنت معارض لفكره معينه، بقيت احط نفسي مؤيد للفكره دي واشوف الخصم بالنسبه لي بيتكون ازاي، بيفكر ازاي، عايز اشوف ايه بالظبط، ايه افكاره، ايه اهدافه، بحاول اوصل من ده للفكر اللي هو بيفكر فيه. انا كده بستفيد، شغلت مخي، عرفت حاجات كتير ما كنتش عارفها، عرفت كمان خصمي كان بيفكر ازاي اللي انا ما كنتش بفكر عشان انا اضع نفسي في الموقف ده. يمكن دي من اهم الحاجات اللي استفدناها من صوت الشباب العربي في الفتره اللي اتعلمناها، ولسه كمان بنستفيد منها ولسه المناظرات شغاله، ويا ريت الناس كلها يعني تشارك في الشباب العربي وتنضم لنا وتحاول حتى على الاقل تسمع تتعلم لو هو مش هيقدر يشارك باي طريقه، يسمع الندوات، يشوف اللقاءات، يسمع المناظرات باي طريقه يمكن يتعلم منها، يعرف بتتم ازاي. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.